السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في قناتي سفرة مصرية. النهاردة هنعمل مع بعض مخبوزات. طبعا الفيديو اللي فات عملت معاكم طريقة عجينة تنفع لكافة المخبوزات، النهاردة بقى هنطبق بيها مجموعة من المخبوزات. اول حاجة هعمل بيها ان شاء الله هعمل البيتزا. هاخد جزء من العجين زي ما انتم شايفين وابدأ ان انا اعمله بيتزاية. هجيب صينية أدهنها زيت، أما تكون صينية بيتزا اللي هي غير لاصقة بتبقى أفضل بكتير طبعا، وتطلع نتيجة حلوة جدا. وأبدأ أفرد العجينة، مش محتاجة أن أنا أفردها بنشابة أو مردنة، أنا هفردها بإيدي زي ما أنتوا شايفين. العجينة ما شاء الله جميلة جدا ومرتاحة، بتتفرد معايا بكل سهولة. دلوقتي أنا هعمل صوص البيتزا. عندي هنا كوباية طماطم مركزة، وعندي زعتر، وعندي فلفل اسود، ورشه ملح بسيطه خالص لان احنا هنحط عليها جبنه وزيتون وبسطرمه فبيبقى فيهم ملح. وابدا اقلب الصلصه بتاعتي، اجي على وش البيتزا وابدا ان انا احط الصلصه بتاعتي وابدا ان انا اوزعها زي ما انتوا شايفين. بعد كده عشان يبقى البيتزا فيها مطة بحط حبة موتزاريلا قبل ما احط اي حاجة. وعندي هنا انا هعملها بالجبنة الكيري وهعملها بالبسطرمة. عندي جبنة كيري قطعتها قطع وبعد كده وزعتها على الوش، وزيتون اسود شرايح، وبسطرمة زي ما انتوا شايفين خدت قطع البسطرمة ووزعتها. طبعا ما تحط الزيتون كتير لان البسطرمة ملحة، وحاطين جبنة برتك فيها نسبة ملوحة. وبعد كده هنزل بالموتزاريلا على الوش زي ما انتوا شايفين. عندي هنا الحاجة اللي تخلي الجبنة بتاعتي ما يبقاش لونها غامق وما تمطش، معلقتين لبن، هتساعد ان الجبنة تسيح وتبقى جميلة جدا. وعندي هنا رشة شيدر برضك بتدي تيست عالي جدا، وبرضه احط عليها رشة زعتر. هخبز البيتزا بتاعتي في فرن ساخن من مدة 10 دقايق لخمستاشر دقيقة، وزي ما انتوا شايفين طلعة وهمية. هبدأ اقطعها معاكم، بصراحة كانت تجنن، كان طعمها حلو جدا ومظبوطة، شايفين الجمال والحلاوة، وكانت مستوية سوا حلو جدا. هوريها لكم. في منتهى الجمال واللذاذة، شايفين مستوية ازاي؟ ما شاء الله طلعة تحفة. العجينة فعلا حلوة جدا وتنفع حاجات كتير. تعالوا نشوف الوصفة اللي بعديها. هعمل معاكم التوست، او ممكن تسموه عيش، اي حاجة، بس هو توست اصلا. هاخد جزء من العجين واعمله كور زي ما انتوا شايفين، واسيبها ترتاح مدة 5 دقايق. وفي قالب التوست او الانجليش كيك هبدأ ان انا احط مسحة زيت زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هاخد قطعة من العجين، العجينة مرتاحة وجميلة، هبدأ ان انا افردها بالطول بس، مش هفردها بالعرض خالص، لان لو فردتها بالعرض هيبقى شكلها مش حلو في قالب التوست. لو العجينة ملزقة معاكي هتحطي رشة دقيق بسيطة جدا وتبدأي تفردي فيها زي ما انت شايفة. بعد كده هاجي من الطرف وابدأ ان انا ادورها كده واضغط عليها. الحركة دي هي اللي بتدي توريقة للتوست. وابدأ احطها في قالب التوست، واعمل نفس الطريقة في قطعة العجين اللي بعديها. ابدأ افردها، طريقة جميلة وطعم التوست حلو جدا جدا،
يعني لو ما فيش عيش في البيت تقدري تعملي الطريقة دي بكل سهولة وتعملي أحلى مخبوزات في الدنيا. هاجي أعمل قطعة العجين زي ما انتوا شايفين وأقفلها كويس قوي من تحت، لأن دي سر توريقة التوست. طبعا التوست ليه طرق كتير، أنا بعمله بالزبدة وبعمله بالمية والدقيق وملح وبعمله بالزيت، ليه طرق كتيرة جدا. طبعا هبدأ ان انا احطهم كلهم وما بين قطعة والتانية هسيب مسافة كده عشان لما تخمر يبقى في مساحة حلوة ان هي تخمر وتقب. والوصفة التالتة معانا هعمل معاكو فطاير الجبنة والسوسيس. ممكن تعملي اي حشوة تانية، عندي هنا جبنة فيتا معلقتين كبار، وعندي سوسيس وزيتون شرايح، وعندي رشة حبة البركة. هبدأ أقلبهم مع بعض، وبعد كده هضيف لها فلفل حار، وبالجزء الباقي من العجين هبدأ إن أنا أعمل كور صغيرة زي ما انتوا شايفين، أحاول أخليها كلها قد بعضها. كده خلاص خلصت كمية العجين بتاعتي، اسيبها لمدة 5 دقايق بالظبط، واجيب الصينية اللي انا هعمل فيها هدهنها زيت زي ما انتوا شايفين، وهاخد اول قطعة عملتها هبدأ افردها على ايدي، وبعد كده هحط منها من الحشوة اللي انا عملتها معاكو. تقدري تعملي اي حشوة تعجبك. طبعا المخبوزات من الحاجات المحبوبة جدا جدا لكبار وصغار، وريحة الخبز في البيت بتبقى جميلة جدا. وهبدأ أكورها وبعد كده أحطها في الصينية زي ما انتوا شايفين، وهعمل نفس الطريقة مع باقي الكمية اللي عندي، وهسيب ما بينهم مسافة بسيطة عشان أدي فرصة للعجين يخمر. هسيبهم لمدة ساعة ونص أو ساعتين لحد ما يخمر خالص، وبعد كده هبدأ أسويهم. كده خلاص العجين بتاعي خمر زي ما انتوا شايفين، شكله يجنن. الفطار شكلها حلو والتوست شكله حلو جدا جدا. هبدأ اعمل صوص كده للوش ادهنه بيه. عندي هنا 3 معالق لبن ونص معلقة سكر، هبدأ ان انا ادهن بيها الوش. وينفع تدهنيه بصفار بيضة بمعلقتين خل، او بنسكافيه باللبن، معلقتين لبن ورشة نسكافيه، كلهم هيدوا نفس النتيجة، هيدوا لون ذهبي كده للعجين. وعندي هنا حبات زيتون قطعتها شرايح وهبدأ ان انا اوزعها على الوش، وحبة بركة طبعا بتدي ريحة تجنن للمخبوزات. هخبز الحاجة دي على فرن درجة حرارته 200 لمدة ربع ساعة، وزي ما انتوا شايفين طالعين يجننوا وريحتهم حلوة قوي قوي. مفيش احلى ولا اجمل من كده. عندي قطعة زبدة هبدأ ادهن بيها الوش، بتدي طراوة للمخبوزات وبتخلي طعمهم يجنن. وممكن اسيبهم 10 دقايق كده مغطياهم بفوطة نظيفة، هيطلع معايا الحاجة تحفة. شايفين التوريقة والجبن؟ ودي المخبوزات اللي انا حشياها بالسوسيس والجبنة، شكلها اتجنن وطعمها كان جميل جدا جدا. كل الحاجات الجميلة دي عملتها من عجينة واحدة، من كيلو دقيق واحد عملت 2 بيتزا حجم كبير، وعملت توست، وعملت فطاير الجبنة بالسوسيس. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.